جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى تسأل عنها أختنا، فتقول: والدتي امرأة كثيرة المرض، نريد أن نذهب بها إلى الطبيب ولكنها ترفض وتقول على الله، فهي متوكلة على الله ولا تذهب إلى الطبيب، فبماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الصبر والاحتساب أنهما مأمور بهما لحالة المرض وفي غيره، ولكن هذا لا ينافي يعني الصبر والاحتساب والتوكل، هذه من أنواع العبادة مأمور بها، ولكن هذا لا ينافي التداوي وفعل الأسباب النافعة، فإنه لا منافاة بين التوكل والصبر والاحتساب وبين فعل الأسباب النافعة، ومن ذلك الأدوية للمريض والعلاج للمريض. فما ذكره السائل من أن والدته تمتنع من العلاج لأنها تظن أن العلاج ينافي التوكل وينافي الصبر والاحتساب، هذا خطأ منها، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وأمر باتخاذ الأسباب النافعة والواقية، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا ينافي الصبر والاحتساب، كله من عند الله سبحانه وتعالى.